أهلا بكم. عقد مجلس القيادة الرئاسي اجتماعا برئاسة الدكتور رشيد العليمي وبحضور جميع أعضائه لمناقشة تطورات الأوضاع المحلية والتصعيد الحربي للميليشيات الحوثية الإرهابية خصوصا في مديريتي حريب ومرخة. واعتبر المجلس أن التصعيد الحربي للميليشيات الحوثية والهجمات الإرهابية الفاشلة في محافظة تعز يعكس الحالة البائسة التي وصلت إليها هذه المنظمة الإرهابية، ودعا مجلس القيادة المجتمع الدولي إلى إدراك خطورة هذا التصعيد الإرهابي مع استمرار تهريب المزيد من الأسلحة الإيرانية وتداعياتها المدمرة على السلم والأمن الدوليين. أكد مجلس الوزراء أن التصعيد العسكري لميليشيات الحوثي الإرهابية واستهداف المدنيين لن يمر دون عقاب مع خيارات الدولة والحكومة للتعاون مع تلك الاعتداءات الإجرامية. واستعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور معين عبد الملك الأوضاع الخدمية والاقتصادية والمعيشية، خاصة تخفيف معاناة المواطنين جراء الانقطاعات المتكررة للكهرباء وتحسين خدمة المياه في العاصمة عدن والمحافظات المحررة، كما اتخذ المجلس عددا من القرارات الهامة. هذا وبحث رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك في اجتماع مشترك لقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة وقيادة الدعم والإسناد التطورات على الصعيد الميداني والعسكري في ضوء المستجدات الأخيرة. واستعرض الاجتماع خطة وزارة الدفاع لتنسيق أعمال المحاور والجبهات في غرفة عمليات مشتركة موحدة على امتداد المناطق المحررة، إضافة إلى الاحتياجات اللوجستية للحفاظ على الجاهزية العسكرية تنفيذا لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي. عقد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي اجتماعا موسعا بقيادة وأعضاء الأمانة العامة لهيئة الرئاسة في العاصمة عدن، وشدد الزبيدي على ضرورة مضاعفة الجهود وبذل الطاقات وصولا للعمل السياسي المتميز. وأوضح الزبيدي أن الهيكلة المرتقبة للمجلس الانتقالي الجنوبي ستتضمن استيعاب مكونات جنوبية جديدة بعد انخراطها سابقا في الحوار الوطني الجنوبي، مؤكدا أن المجلس الانتقالي الجنوبي ليس بحزب سياسي بل هو كيان جامع لكل الجنوبيين. ناقش لقاء عقد بمدينة سيئوم برئاسة وزير الداخلية ومحافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة مبخوت بن ماضي، ناقش الوضع الأمني بمديريات وادي وصحراء حضرموت خاصة الحادثة الأخيرة التي شهدتها مدينة سيئون. وأكد بن ماضي أن السلطة المحلية لن تسمح بأن تستباح مدينة سيئون أو مدن الوادي بأي عمليات تصفية حسابات من خارجها. وأقر الاجتماع استحداث نقاط أمنية لتأمين مداخل الوادي وتنفيذ حملات مستمرة لمنع حمل السلاح. وشدد اللقاء على تلاحم جميع الجهات الأمنية والعسكرية لوأد أي أجندات خارجية والحفاظ على حضرموت آمنة. نهاية الموجز للقاء.